السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة مجانية جوه الريفت بتصدر لك كمية كبيرة جدا من ملفات الريفت للنفس وركس مباشرة، وزي ما شايفين مجاني تقدر تسطبها بدون ما تدفعي فلوس خالص. هتختار الأداة وتقول له أنا عايز أعمل اكسبورت، فهو مديك بعض الاختيارات عشان تسهل عليك. تقدر تختار فولدر كامل أو ملفات كتيرة وتقول له صدرها لي للنفس وركس. فلو انت عندك مشروع فيه ملفات كتيرة فده هيوفر لك وقت كتير. هو في بعض الاختيارات اهوت زي convert element properties، export link. الاختيارات العادية لما تكون بتصدر ملف ريفت واحد موجودة برضو هنا، وممكن تغير في الاسم، تزود كلمة قبليه او كلمة بعديه زي ما انت عايز. هتقول له هنا انا عايز اختار الملفات، وفي امكانيه ان انت تختارهم من على الهارد بتاعك او تختارهم من بيم 360 اللي هو ممكن تختارهم من فرش.